قصص شعبية انتقلت من جيل لجيل، وهي القصص بتحكي عن أشخاص عاشوا ومرقوا بمغامرات كتير، علي وفكرت وكرم وأسيل وفرحات وشيرين. انتقلت من عصر لعصر ومن بيت لبيت كرمال ناخد العبر منها. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. السلام. يا أهلا وسهلا فيك يا عم. أهلين. نزل العم عن الحمار وساعده يلا لشوف. حاضر. تفضل على مهلكم يا شباب. شكرا لك. يلا روح. اليوم بدي أخبركم عن غزالين كتير حلوين كانوا عايشين بهالجبال لسنين طويلة، وهدول الغزالين كانوا ذكر وأنسى، وأهل الجبال حاولوا كتير كرمال يصيدوهن ويعملوا مسابقة على صيدهن، بس كل محاولاتهم كانت بدون أي فايدة. لا البشوات ولا الأغوات قدروا يصيدوا هدول الغزالين أو حتى يمسكوهن. وبيوم من الأيام الغزالين كانوا ماشيين، وفجأة وقعت الغزالة من الجرف وإجت على صخور وماتت فورا. للأسف راحت الغزالة وتركت الغزال وحيد، ومن هداك اليوم صار الغزال يدور على الغزالة وحط براسه يلاقيها، ومين بيعرف يمكن عم يستنى صياد شاطر كرمال يصيده كمان ويلحقوا بشريكته اللي ماتت. كل ما تطلع الشمس فوق هالتلال بتبشر بصباح جديد حامل معه السلام، وهي الشمس الحلوة طلعت بضيعة أفيجلار، وبهي الضيعة الحلوة كان في شابين كانوا يقضوا كل وقتهم سوا وما يفترقوا بنوب، وهن فرحات وفرحان. يا ولد لك لك شبك على مالك بسيط أنا بورجيك. كانوا معجبين بنفس البنت كمان، وهي البنت مثل القمر واسمها أسيل، وطبعاً كانت أحلى بنت بالضيعة. يعطيك العافية يا أسيل. تسلمي. يعطيك العافية. شكراً. شو أخبارك أسيل؟ منيح الحمد لله. يا ابني، يعني بالأخير أختك رح تتجوز وانت رح تروح على الجيش، انا شو بدي يصير فيني؟ او اذا رحت على الجيش انا شو بدي ساوي بحالي؟ شو بدي ساوي بالارض والغنم كمان؟ بس اذا بتتجوز ما بضل لحالي. تجوز بنت عمك، هي بتكون مثل بنتي. ما رح اتزوجها. شو عم تحكي؟ ليش ما بدك تتجوزها؟ المرحومة امك كانت بنت عمي كمان، وابي خلاني اتجوزها. اخي معه حق بابا، هو وهاجر مثل الاخوات. اخوات شو؟ شو يعني رح تضلوا أخوة بس تتجوزوا؟ أنا رايح بابا. روح روح، خليك عم تتفتل بالجبال، أوعك تساوي شي مفيد. ها باين عليك متضايقة يا أخي، شو القصة؟ ما في شي. لا تخبي عني، كأنه رجعت مشكلة القديمة ما هي؟ أبي هيك بده. البنت حلوة تزوجها أخي. بنت عمي مثل أختي. طيب ما قربت عسكريتك؟ قال منخطب شهر وبعدها منعمل عرس.
وأسير رح تتزوج. ما فهمت عليك. يعني رح أطلب إيدها الأسبوع الجاي. أسير؟ إيه. وهلأ صاروا اللحماج جاهزين على الأكل، خد لك لقمة. لا تزعج حالك يا أخي، أبوك ما رح يجبرك تتزوجها إذا أنت مالك راضيان، فلا تقلق. جبت لك الأكل. نفس مبارح؟ لا غيره. بس بدي أفهم، كيف بدك تتزوجي ولهلأ ما بتعرفي تقلي بيضة؟ بعرف، وأنا بعرف مين في بقلبك كمان، بس مو طالع بالإيد شي، كتير آسفة. ما رح أتزوجها إذا بتطبق السما على الأرض. بس أبي مصر، حاولت أقنعه. من جهة أسيل ومن جهة فرحات، عم فكر أخطفها. إذا خطفتها شو بيصير؟ ليش ما بتحكي أنت مع أسيل؟ بلكي من روحه منطلبها. طيب أخي، أنا بحاكيها بس شوفها. طيب. أختي أسيل؟ جاية نورة؟ وينك يا بنت؟ أجيت أجيت. أهلين، تفضلي عادي. مرحبا يا بنت، كيفك؟ منيحة، وأنت كيفك؟ طبعاً، لازم تكوني منيحة. ليش شو قصدك؟ رح تتزوجي فرحات، هيك سمعت مزبوط؟ إيه مبلا، رح يطلب إيدي الأسبوع الجاي. مبين عليكي موافقة، ضحكتك واصلة لإذنك. أكيد موافقة. يعني بتحبيه؟ أخي حكيت مع أسيل، البنت موافقة ومبسوطة. شو ساوي؟ هاي رغبتها. لا تزعل يا أخي، فينا نقنع أبوك ينسى قصة هاجر مبدئيا. أختي ما بظن رح يقتنع لو شو ما حكينا، بس أنا أخذت قراري، يا بتزوج أسيل يا بلاه. بسرعة، لك عم قلك بسرعة. يا ربي كيف بدي خلي يسرع هاد؟ يلا لك مو طعمتك هلأ؟ لا مو معقول أبدا. يا ربي شو هالأحمر هاد؟ يلا بسرعة، ما عنا وقت نضيع ولك عنا ميت شغلة لسه، لازم نوصل بسرعة. خلاص وقف وقف. لك يخرب بيتك من بين الحمير، مو مطول لجيب آخرتي والله. بتمشي على كيفك وبتوقف على كيفك. لك يا ابني بعد هالكلب من هون شوي، يعني مو ناقص غير يأكلني كمان. لا تخاف ما بيساوي شيء. استغفر الله يا ابني، خليني أربط هالحمار. ايه كيفك؟ منيح وانت؟ وأنا منيح. ايه يا بطاي خبرني، قال أخذوا لك البنت اللي ببالك. ليك أنا بعرف مين هاي البنت، بس ما رح أحكي هلأ. بلا هالحكي عم. بعرف أنه كنت حاططها ببالك وبدك تتزوجها، بس رفيقك سبقك وراح خطبها. هذا الكلام مو صحي عمي. شوف يا ابني، صدقني ما في شي بيمرق علي هون بهاي الضيعة. النملة ما بتمر بدون ما أعرف، لهيك حاجتك تلف وتدور. أنا بعرف كل شي صاير معك. هالحكي مو صحي عم، ما في شي. اسمع يا ابني، اسمع مني هالنصيحة. باعتبارك ابن رفيقي أنا حابب فيدك وبتهمني مصلحتك كتير. أنا حكيت مع أبوك بصلاة الجمعة وبلش يشكي من تصرفاتك وعنادك، بس يا ترى شو هو السبب يا ابني؟ اللي شو اللي عم يصير معك؟ بده يزوجني بنت عمي، وهالبنت مثل أختي. بعرف، وأنت بدك تتزوج من بنت تانية، أسيل بنته لهذا فيصل، ما هيك؟ ما لازم حدا يسمع هالحكي عمي، أختي قالت لي إنه فرحات رح يطلب إيدها. إيه بعرف ابني، قررت ساعدك، إجيت أنا وحماري هلأ لعندك وراح نخطف لك البنت. شو جنيت عمي؟ ليش أنت شو مفكر يعني إذا أخذوا لي أراضي بجن؟ أنا عقلي بيوزن بلد. اسمع يا ابني، أنا حضرت الخطة، رح أحمل البنت على كتفي وطير فيها على ضيعة أختي فورا، لا الشرطة ولا غيره رح يلاقوها. أنا ما بحبها يا عمي. إيش هو هالحكي أساساً؟ كل شباب الضيعة بيحبوا ولا البنت؟ أنا وعدت أختي، ما فيني ساوي هيك. ابني فكر منيح،
وبعد كم يوم إذا قررت تغير رأيك وتخطفها أنا رح ساعدك ووقف جنبك. سمعان يا ابني؟ يلا يا حماري الجربان جيتك. يلا امشي لشوف، لسه عنا شغل كتير، تأخرنا كتير كمان. أنا إذنك يا ابني. الله معك. ليش عم تصفر قدام بيتي؟ شو يا بنت؟ كأنه عامل حالك ما بتعرفي؟ شو قصدك بهالكلام؟ من بكرة رح أطلب إيدك. وشو عرفك إني موافق؟ شو هالحكي؟ يعني ما بتحبيني؟ لا ما بحبك. عم تحكي عن جد؟ ما رح أقلك إيه، كرمال ما تشوف حالك. بعرف بعرف عم تعملي حالك خجلانة. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام. شو طمني، خلصت شغلة؟ ايه خلصت. ايه شو، ما بدك تسأل شو صار مع أخوك؟ صارت البنت إلي وعطوني إياها مبارح. ألف مبروك. والله رح نعمل قعدة حلوة مع الشباب اليوم. حلو، رح أجي. ايه أكيد، ورح نقعد بصدر البيت كمان. يلا لا تتأخر ماشي، بشوفك. بنتي ايه، تركي من ايدك وتعكي لي كم لقمة. ما بدي اكل، انتو كلوا، انا ما الي نفس. هالبنت وضع ما نو عاجبني بنوب. بظن كرمال العرس والله تأخروا كتير، واهل الضيعة كلهم عم يحكوا بالسيرة. رح روح احكي مع ابو فرحات. حاكي حاكي لك، هاد فرحات ابصر شوفي بعقله. شو اللي عم يدور بعقل فرحات؟ هاد هو الكلام اللي كان عم ينتقل من واحد للتاني بالضيعة. يا ترى عن جد كان غرقان بالصيد بالجبال مثل ما عم يقولوا، لدرجة انه نسيها لأسيل وما عاد سأل عنا؟ هاد يلي كان محير الكل، بس شو اللي عم يدور براسه بالضبط؟ ما حدا بيعرف. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام. شايف انك حطيت الأهداف. ايه جهزتهم. تعال لا امشي وبتشوف هلأ، رح جيبهم كلهم. منشوف. شبك أخي فرحان؟ يمكن تحركت رجلي. حاجتك بقى، شو دخل رجلك بإيدك؟ خلاص هذا اللي صار. قال لي خير، شو بدك؟ أنت بتعرف منيح شو بدي. لك إلك سنين عم تعيد وعم تحاول تحصل على شيء مو حقك. كيف ما نو حقي؟ لك أنت اللي كل يوم عم تحصد هالأرض لتكون ورتان عن أبوك ومدريان. لا هاي الأرض لأبي، بس أنت زورت الوراق وساويتها لألك. ولك المخفر هنيك والمحكمة هنيك والله فوق الكل. أنت روح لعند مين ما بدك واشتكي له. بسيطة أنا بورشك، وبيني وبينك المحاكم يا صالح، راح يجي يوم ورجع لأرضي، بكرة بتشوف. بس أنا بعرف كيف راح أتصرف معك. مفكر الدنيا فلتانة؟ شو القصة أخي؟ متضايق لأنك ما صبت الهدف؟ لا أخي، ما نقصة مهمة. صار وقت صيد الغزلان أصلاً، لازم أروح على الصيد. أخي ليش ضل غزلان؟ قتلوا الغزال الأم وقتلوا الصغار وما ضل حدا منه. شو كأنك قصدني بهالحكي أخي؟ إيه أكيد قصدك. ما بتعرف إيه ما توقف صيد، عم تدور على الغزال ليل نهار. والله يمكن معك حق، بس إذا لقيت الغزال الأحمر وقتها بس رح يرتاح قلبي. شايفك عم تأجل عرسك مشان الصيد،
لا تكون بطلت تتزوج. أكيد لا، بس تأخر العرس شوي، بس رح أتزوج. على فكرة كمان ما بخفيك السر يا أخي، والله بحب هالسلاح أكتر من أي شيء تاني. أسير رح تصير مرتي، بس يا أخي هذا رفيق عمري. أوه. السلام عليكم، يعطيك العافية. وعليكم السلام أخي فيصل، أهلا وسهلا فيك. مبين عليك تعبان، تشرب لبن؟ لا شكرا لك، والله ماني تعبان، مثل ما بتعرف تعودنا يا أخي. إيه كيفك يا أخي؟ وكيف أختي مريم؟ وكيف كنتي؟ مناح الحمد لله، وأنت كيف ابنك؟ والله كله تمام والحمد لله بخير. شايف عم تشتغل لحالك، أكيد فرحات راح على الجبال. شو أعمل؟ ما بيسمع مني، كتير عنيد هالصبي. فرحات شاب منيح، بس عقله بمكان تاني تماما. هيك الشباب، بكرة بس يتزوج ويجيب أولاد بيعقل، وأكيد رح يعرف قيمة هاي الأرض. أنا لهالسبب إجيت لعندك يا أخي، خلونا نعمل العرس بأسرع وقت، صارت سيرتنا على كل لسان بالضيعة. وأنا رأيي من رأيك، رح أحكي معه ونساوي العرس بأسرع وقت. اتفقنا. والله رعبتني، والله خفت تكوني نسيتي صوتي. لقلي هالحكي شوف حالك. شو القصة؟ سمعت انه اهلك عم بيشتكوا لانه العرس تأخر شوي. انا ما حكيت شي. بإذن الله العرس رح يصير عن قريب. لك اصلا كل الحق عليك، انت اللي عم تأجل، كان لازم يصير العرس من زمان. استني بس شهرين شبه، بس لحتى نشني المحصول، وما رح نتأخر اكتر من انا هيك. تأخرت بيكون بابا جاع. والله ما بعرف شو صاير له هالصبي. قليلي ليش شو صاير معه؟ ابنك عقله ما بقى معه بنوب، بيروح على الجبال وما بيرجع لليل. خلص ولا يهمك، خلينا نروح على المدينة بكرة ونبلش بتجهيزات العرس. ماشي، وخلينا نشتري شي للبنت. أكيد أكيد. السلام عليكم بابا. وعليكم السلام، طموني عنكم. شرف، عود. تمام. ايه بابا كيفك؟ انت كيفك؟ شو خلصت جولتك واجيت؟ شو اعمل ابي؟ ليك اجت امك، بعدين بنحكي يا ابني. سلم ايديك يا امي. انا وامك قررنا. رح نبلش بالتجهيزات. أي تجهيزات؟ يعني شو برأيك ابني؟ قصده العرس. العرس؟ ايه العرس. انت خاطب شو نسيت يا ابني؟ شو هالحكي، كيف ممكن انسى؟ وانا حكيت مع ابوها لأسيل اليوم وصار يشكيلي كمان داخلهم. طيب ابي خلينا نستنى المحصول، تعرف العرس بيكلف وبده مصاريف خير الله. لا تفكر بالموضوع، المصاريف علي. أبوك فكر بكل شيء يا ابني. تمام أبي تمام، مثل ما بدك. أخ فرحات. شو في سليمان؟ أخي فرحات تعال، شفت الغزال الأحمر؟ شفت الغزال الأحمر؟ متأكد؟ والله أنا شفته بعيوني أخي. أنا طيب متأكد. شو لون عيونه؟ كان له قرون؟ مثل ما عم قلك كان له قرون يا أخي، وطوال كتير كمان. استنى شو صار لك يا أبي؟ يلا سليمان خدي محل ما لقيت الغزال. يلا
سلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام عمي. تفضل. لك شو قصتك؟ كأنك قاعد عم تفش قلبك لهالميات وحاطط الحزن بالجرن. لا يا عمي. البني آدم ما في يضحك على حاله يا ابني. عم تسعل عمي؟ أكيد راح بطلها قبل الشتاء. سمعت إنه بلشوا يجهزوا لعرس رفيقك. عن جد؟ منيح. هيك سمعت من المختار بالجامع. بسيطة. الله يهنيهم ويوفقهم. اسمعني، أنت بشو عم تفكر؟ ما في شيء، بس صافي. لازم تعرف إنه أنا ما في أي شيء بيفوتني. أنا بعرف إنك بتحبها للبنت كمان. شو عم تقول يا عمي؟ فرحات رفيقي ومثل أخوك كمان، مو هيك؟ وأبوك كمان مثل أخي. بس بتعرف شو عمل فيني؟ شو؟ اسمعني لكان، اسمع. أنا وأبو لفرحات صالح كنا رفقات مثل السمنة على العسل، يعني رفقات مثلكن ولسه أكتر. وبنفس الوقت كمان مرتي بتكون بنت عمه لصالح، وخدمنا عسكرية سوا. وقت اللي انكسرت إيدي دخلت وقتها على المشفى 6 شهور، وهو أخذ إجازة وإجا من شاني. بالمناسبة لما توفى المرحوم أبي ترك لي قطعة هالأرض، وأبوه لصالح كان المختار بهديك الأيام. إيه؟ بتسمع بالسجل العقاري مع هيك؟ إيه، وكان السجل العقاري بإيده. آه، وبوقتها كان هو يسجل الأراضي للناس وطلبوا وراء الملكية، بس ما كانت معنا وقتها، لهيك أخذ أغلب الأراضي اللي كانت باسم أبي. وكيف صار هيك؟ إيه والله يا ابني، إيه والله، حاولنا نشتكي ونحصل حقنا، بس كان اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب يا ابني للأسف. حتى قبل ما يموت أبي كانت الأراضي صارت باسمه، فهمان علي يا ابني؟ يعني نص أراضي أبو لفرحات هي إلي ولأبي. والناس شو قالوا؟ إيه هو المختار، والناس بتوقف مع القوي، وأمين المسكين مين راح يوقف معه؟ اسمعني يا ابني وفتح لي عدنيك منيح. فرحات اذا صارت معه شي حادثه شو رح يصير؟ ها؟ شو بيصير؟ شو هالحكي؟ الله لا يقدر يا ولد. ليك انا هلا رح احكي لك بكل صراحه يا ابني. ليش اسيل لتكون لفرحات؟ يعني هو راح استعجل وطلبها بس مشان ياخذها قبل ما تطلبها. طيب لو انت اللي طلبتها بالاول شو كان رح يساوي وقتها؟ قلي، جاوبني. والله ما بعرف. أسيل لازم تكون لألك، وبعد ما يموت صالح ومرته رح ترجع كل هالأراضي لألي. مثل ما قلت لك، مرتي أنا بتكون بنت عمه لهذا اللي ما بيتسمى صالح. إيه، وبما أنه ما رح يكون عندهم قرايب تانيين، فهمت؟ أكيد هلأ رجعت من الجبل. إيه والله ما بعرف يا فرحات لوين رح توصلك هالسوسة. أنا بحبك، تعرفي هالشي ما هيك؟ يا ترى بتحبني ولا بتحب الصيد أكتر؟ ما بقى أعرف هلأ. لشو هالحكي؟ ما رح روح الصيد بعد ما نتزوج، بوعدك والله. Thank you.
لوين رايح من الصبح؟ بكرة راجع أبي، رايح الصيد مع فرحان. لك واحد عرسه بعد 3 أيام بيروح كرمال يصيد غزلان بالجبال؟ هي آخر مرة أبي والله، وبعد العرس ما عاد روح على الصيد أبدا. يا ربي دخيلك صبرني على هالصبي. فرحان، فرحان وينك أخي؟ يا الله وينه هالزلمة؟ السلام عليكم. أوه وعليكم السلام. تفضل أخي، كيفك؟ شو كل شي تمام؟ تأخرت وقلقت عليك، كأنك مالك نايم بالليل منيح. تأخرت بالنوم شوي، معقول رح تتزوج وأنا ماني خبر؟ والله مبارح لدريت يا أخي، ما لحقت شوفك وخبرك عن هالشي. البنت كانت زعلانة كتير لأنه الشاب اللي بتحبه مانو مهتم لأمره، حبيبة تاركة وعم بيلحق الغزلان. كان الحزن مالي قلبه والدموع عم تنزل من عيونه الحلوين مثل الشلال. معقول في حدا غيرنا صاده؟ لا ما بظن، ما حدا غيرنا شافه. كمان ما حدا بيقدر يقرب من هالغزال، فورا بيطير. لسه مبارح شافه سليمان بس اختفى بلمح البصر، والله كأنه تبخر بالهوى يا رجل. فرحان يا أخي، مسك إيدي. مو قادر وصل لك يا أخي، قرب شوي. مسك إيدي. ماشي أنا رح أسحبك. مسكها. يلا يا أخي يلا. لا تطلع، لا تطلع لتحت. يلا أخي أنا معك، ما حأفتح إيدك، لا تأكلهم. يلا ريح شوي هون يا أخي. تمام. شكرا يا أخي، حملتني على ظهرك للصباح، الله يجزيك كل الخير. أصلا لولاك كنت رح أوعى أكيد، والله ما كانوا لقوا جستي. لا تحكي هالكلام، هو لو أنت مثل أخي، لو كنت مكانك ما رح تساعدني يعني؟ بلا بلا رح ساعدك. تقدر تمشي هلأ؟ قربنا نوصل على الضيعة، تحمل بس شوي، رح يعالجك العم جمال وبأسرع وقت. يلا أخي استند علي. على مهلك أخي، على مهلك، أنا ساندك.
عم جمال. أوه أهلين يا ابني، خير؟ شو صاير معكم؟ لا تسأل خير؟ عم جمال. تعال ابني، يلا تعال تعال، تحمل يا ابني، خليني شوف شو صاير معه. كنا عم نصيد غزلان أنا وياه، وكان رح يوقع من الجبل. لا ما في شي هون، خليني افحص له رجله. ما في كسر بس خلع. ايه اكيد في خلع، راح عالجه وان شاء الله راح ترجع مثل الاول واحسن. تحمل شوي. تمام تمام، خلصنا، ما على قلبك شر. شكرا، دير بالك على حالك. فرحان ابني، السلام عليكم يا ابني، عليك ألف عافية. حكيت مع أبوك بالجامع. شبك يا ابني؟ عم نسلم عليك شبك، السلام لا الله يعني. وعليكم السلام. شو ما قدرت تساوي اللي اتفقنا عليك؟ انسى الموضوع يا عمي. اسمع مني، بعرف انك حاولت تنفذ الخطة وهالمرة ما زبطت معك، بس مو مشكلة، لسه الزمن بيناتكن والأيام جاية، لا تأكل هم. أنا ما بقى بدي أحكي عن هالموضوع يا عمي. ليك عمي، أنت رفيق أبي، بس والله بدمرك. روق شوي يا ابني ولا تعصب، مثل ما بتعرف الدنيا مصالح ونحنا اتنيناتنا عنا مصلحة مشتركة. الليلة الماضية كنت متعلق على حافة الجبل، وفرحاتي اللي أنقذني من الموت، أنت بشوف هدتني؟ لولا كنت ميت هلأ. هلأ انسى اللي صار مبارح وركز معي. اسمع، عندي خطة جديدة وهالمرة كتير مضمونة. أنت ما بتفهم؟ روح من وشي. مالك عمي، أنت عدوي. ايه مثل ما بدك يا ابني، براحتك. شو القصة؟ وين الشفرة؟ ايه انا معي ليرتين
يلا عطي. اعمل لك وش تاني؟ لا يسطا ما عمي. يلا يا رجال تعالوا على الطاولة. يلا يا شباب. اهلا وسهلا. تفضلوا على الطاولة تفضلوا. تفضلوا لك شاي. تفضلوا يا شباب. تفضلوا. كل شيء يشرب. يلا يا شباب تفضلوا. أكل جاهز. أهلا وسهلا بالجميع. تفضلوا على الميزة. أهلا فيكم. تعال لصف لك تعال. تفضل. ما أكل يا شباب. أكلت؟ يا أهلا وسهلا فيكم. يلا يا شباب يلا. تفضلوا يا شباب. تفضلوا. كل شيء يشرب. ما شاء الله الله يحميكم. مبروك. الله يحميكم. طالعين بتجننوا كثير حلوين. لك احلى عريس. حلوين هالعرسان. حلوين. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله. الله يخليكم لبعض. امين يا رب. أوه شو هالصوت؟ أنا لازم أمشي برجع الصبح. أنا كتير آسف. يعني بدك تروح على الجبل بآخر هالليل؟ الصوت جاي من مكان قريب، أكيد قريب من هون. مو وعدتني إنك ما رح ترجع على الصيد من بعد العرس؟ ليكي هاي آخر مرة والله وعد. إذا هيك أول يوم شو خليت لبعدين؟ إمتى رح يرجع ابنك؟ طيب بلكي خجلان من العروس، خلينا نستنى شوي. لك هلا وقت الخجل؟ روحي. تمام.
السلام عليكم عمي. وعليكم السلام، تفضل. رجع أخي فرحات؟ لا يا ابني، ما رجع. لولا رجلي. والله طلع من امبارح. حاسس ما رح يرجع بدون ما يصيد الغزال. ما بعرف شو محببه بصيد الغزلان كل هالقد. يعني إذا أوص على حيوان حلو بينبسط؟ لا يا عمي، فرحات ما بيحب القتل بنوب، هو بيحب الحماس. يضرب هو وحماسه يا ابني. رح نادي كم شب من الضيعة مشان ندور عليه. تمام عمي. يا فرحات! 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 يا فرحات! وينك يا فرحات؟ يا فرحات! رد علينا! فرحات! فرحات! لك وينك يا فرحات؟ يا فرحات! يا فرحات! رد علينا! فرحات! فرحات! يا فرحات! وينك يا فرحات؟ رد علينا! وينك يا فرحات؟ رد علينا! انت هون! فرحات! وينك يا فرحات؟ يا فرحات! رد علينا! رد علينا! فرحات! فرحات! بالنهاية استدرج الغزال الأحمر فرحات لعرينة وسطات صياد الضيعة، وللأسف كل الناس اللي بيعرفوا هاي القصة بيأكدوا إنه ما قدروا ينقذوها للعروس، حتى بيقولوا قبل ما تنشف الحنة عن إيديها رمت حالها من الجبل وماتت. كان بدها تجتمع مع حبيبها بالآخرة ليكفوا قصة حبهم اللي ما قدروا يعيشوها بهالدنيا. كمان بيقولوا أي حدا بمر من بين هدول الصخور بيسمع غنية شعبية قديمة تحرق قلب أي إنسان بيسمعها. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.